ايديك يا حبيبتي. صحتين. انا تعبت، ما بكفي هالقد. ما هو الاكل من ايديكي بجنن. انت وعدتني تبعت التيكت لروبيكا من شهر، عطلتها خلصت. يلا حبيبتي، باي باي. رح تتأخر اليوم؟ لا أبدا، أنا قررت موعد الاجتماع بس لحتى أرجع لعندك بكير عشية. بدك شيء؟ أنا نازلة على السوق اليوم، لازم أشتري شوية أغراض. عظيم. شو رأيك إذا نتغدى سوا اليوم؟ بس لازم أعمل شوية شوبينج. وأنا عازمك على الغدا ست نادين. لوين؟ شو رأيك بهذا المطعم اللي على الروشة؟ شو؟ هي أربحت اللوتو. أنا؟ يا حسرة، أنت مش عارفة شيء، بس هيدا ما بيمنع أني أنطرك هونيك الساعة 2:30. اوعى تنطرني كثير. ليش أنا بقدر؟ باي باي. حسام، بحس بشركة النهار بيقول انه التشيك ارتجع مرتين ومش عارفه شو بدي اعمل. خلاص بطل فيهم يصبروا علي، طول عمرهم يصرفوا تشيكاتي فورا. تصرفي معها. رح حاول. لوين رايح هالحلو على الصبح؟ مدين بونجورك. يا وين رايحك؟ نزل على السوق. يلا نطلع سوا. يلا.
قديم جوزك عازمك انت على الغداء، هو لما يشوفك معي رح ينبسط كثير. حدا بيقدر يقول لك لا انت؟ اكيد لا. طيب يلا. هيدا حسام هنيك. شفتي؟ تعال. هيدا حسام جوزك؟ مين رح يكون يعني؟ كنتوا متخانقين؟ لا والله ابدا ابدا. معقول يلي صار؟ معقول ما يكون حسام؟ تعال نقعد. يمكن. ما هو بيطلع من الشباب 40؟ 40 كيف؟ ما هو بذاته. تأخرت عليكم؟ حسام صبر. معقول؟ شو المفاجأة الحلوة؟ مرتك هي اللي أصرت علي. والله ما كان بدك تجي يعني؟ اي والله، لكنها بعت لكم طيارة انت وجوزي. هلا قبل ما نحكي بشي عزمكم على غدا عزوي. انا شو بكم؟ عم تحكوا علي؟ انت كنت هون من شوي؟ لا ما بس انا شفت واحد شبهك بالضبط هلا، حتى اللحيه تمام. ما هيك؟ على كل حال انا سعيد كثير، سعيد كثير، لانه كنت مفتكر انه ما الي شبيه بالدنيا كلها، لانه الطبيعه ما معقول تكرر الخطا مرتين. انت الك خي توأم حسام؟ طبعا، بس مات وهو عنده من العمر 26 ساعة، غير رأيه أول ما شرف. طيب أنت أكيد إنه مات؟ شوفي صراحة أنا مش وعيلة للحادثة، ما كنت موجود. يعني هو كان أصغر مني صحيح، لأنه ساعتها كان عمري أنا 26 ساعة وخمس دقايق. يلا كلوا كلوا. ما قدرت أتفق معه، لاني مبدئيا عايز 150,000 دولار. مهم، بصرت الساعة 7، تركت ومشيت لحتى ما ينشغل بالك علي. شو يا عمر؟ حسام انت اكيد انه خيك مات. شو عم تحكي جد؟ لهالدرجة هذا الموضوع شغلك بالك؟ بس لاني بشبهك كتير حبيبتي. خيي مات من 35 سنة، ما عايش يوم واحد، وهذا الموضوع منتهي. حتى صوته ونظرة عيونه. نادين، أنا ما إلي ذنب اللي أنت شفتيه. حرام عليك، حرام عليك نحكي كل هالوقت بهذا الموضوع. بكفيني عم المكتب. معتذر حبيبي، نسي كل شيء، خلينا بهلا. مش مستعجلة هيك؟ صارت الساعة 5 ولازم اخد دوش بعد. شو في وراكي؟ ما حسام صار راجع من الشغل. ما عاد بكير. هو بيرجع الساعة 8 على القد، بدي الحق احضر الاكل قبل ما يوصل. شو الخدمة رجعت بعد؟ لا وحياتك شي بتعب. على فكرة سليمان اتصل. والله وينه هلا؟ بلندن بيسلم عليك كثير انت وحسام.
الو 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 شو بكي؟ شو في؟ لين استاهل؟ وافترضي اني تاخرت، انا مني ولد صغير نادين، بعدين عندي شغل كثير وظروفي هالايام ملخبطه شوي. بس انت عمرك ما عملتها. مرقت على مكتب عمي، قلت لك هيك امبارح بالليل. شو قلت لي؟ قلت لك انه ناقصني شويه مصاري. فينا نحكي على الغداء، رح موت المشروع. طيب يلا حبيبي. عملت مع عمك؟ بهدلني اول ما سمع بزيادة المصاري، عصب، قال لي انت بتبعزك، انت مش نافع بالشغل، مع اني وعدته رد له المصاري خلال شهر. انت تلفنت من نص ساعة؟ من نص ساعة؟ من نص ساعة كنت بشو ولا بشو؟ في حدا تلفن وسكر بوجه الخط اول ما رديت؟ عادي، امر كثير عادي. انت بيكي شي اليوم؟ لا لا ولا شيء. صار لك مدة أعصابك متوترة. أنا انشغل بالي عليك بس حبيبي. شو رأيك هالويكند نعمل شهر عسل على البحر؟ مي سخنة كثير. طاسحنا كثير، خرج البرونزاج. صار لي 3 ايام عم حاول تلفن لك. ما نحن كنا عاملين ويك اند. بس ليش ما قال لي؟ انا شفته من كم يوم بمحطة التلفريك. ولا جاب لي سيرة. اعطيته تذاكر المسرح عشان يعطيك اياهم. شو؟ لما عرفت انه البولشوي حيتعرض ببيروت بعثت لك معه تذكرتين. انت اكيدة؟ طبعا اكيد، انا شفته بمحطه التلفريك يوم الجمعه الساعه 8، كنت رايحه عند سليمان جوزي عشان نتعشى سوا برا. الجمعه؟ حبيبي؟ شو اخبار الشغل؟ ماشي الحال الحمد لله. وشو اخبار سليمان العشري؟ اخباره صار لي زمان ما شفته. انت ما التقيت بسمر مرته؟ ابدا. حتى لو كان صحيح انه خيي هو اللي ظهر وقابل سمر، ليه ما اجى لعندي؟ ليش لجأ لهالاسلوب؟ شو في؟ ما بعرف، يمكن أنا لما فكرت بهالموضوع هيدا وربطت بينه وبين يلي عم بيصير معي، أنا ما عدت فهمانة أساساً ليش أنتوا ساكتين على هالموضوع هيدا. طيب شو لازم نعمل؟ في ضابط بيقربني، ما نحن ممكن نروح لعنده ونحكي له، ممكن يقدر يعمل شيء. شو رأيك؟ أنا بحياتي ما رحت على هيك مطارح. لازم آخذ رأي حسام. كيف بتروحي لعند الشرطة؟ أنت شو دخلك بهالموضوع؟ شو يعني؟
بليز افهميني، قضية شخصية بدك تعملي منها قصة؟ لا بعدين أنا أخدك على قد عقلك بهيدا. سمر شو بدها؟ الناس شو بدهم بموضوع مثل هيدا؟ أنا عايشة كل لحظة بقلق. بدك ياني بلغ عن خيي؟ يعني أنت عارف إنه خيك موجود؟ والله ما بعرف عن خيي أكتر من إنه عايش 26 ساعة بس. ما أنت قلت إنه رجع مرة تانية. نادين بكفيني مشاكل بالشغل، ما بدي مشاكل بالبيت كمان. صباح الخير يا انسه مها. صباح النور استاذ صادق، كيفك؟ الحمد لله. استاذ حسام ناطر حضرتك من الساعة 10. شكرا. تفضل. استاذ صادق. شكرا. يا اهلا يا اهلا بالاستاذ صادق، اهلا بملك الخشب. اهلا فيك استاذ حسام، اهلا فيك. تفضل. يا هلا. يا الله. شو أخبار الاعتماد يا أستاذ حسام؟ على فكرة نحن البضاعة اللي اتفقنا عليها رح نسلمها قبل موعدها بعشرة أيام. طول عمره موعدك مثل الساعة أستاذ صادق. وإن شاء الله آخر الأسبوع بيكون الاعتماد جاهز. على العموم بلغني قبل الموعد بيومين حتى أمن شحن البضاعة على الميناء. أعطيني ملف الأستاذ صادق. الأسبوع الجاي رح أنزل على الميناء لجهز ورق الشحن. استاذ حسام، مكتب الاستاذ مروان اتصل وطلب انه تحكي ضروري، بطلبه على التليفون؟ لا ما له شيء، انا رح اروح لعنده. ان شاء الله ما اكون عطلتك. لا لا ابدا ابدا استاذ صادق. طيب وانا بستاذن كمان. طيب لكان بلكي بروح معك، مكتب عمي قريب من هون، خمس دقايق بنكون عنده. يلا تفضل. طبعا ممكن تقابله باي وقت يا استاذ حسام، بس خير مشغول؟ لا ابدا، القصه انه الاستاذ مروان ضايق من الطريقه يلي حضرتك حكيته فيها لما قابلته اليوم الصبح. اليوم الصبح؟ شو الحكي هذا؟ ما تأخذني يا أستاذ مروان، عفوا أستاذ حسام، أنا بعتبر حالي قريبة منكم. أنا يا ست نوال إلي أسبوع ما شفت عمي أبدا. أستاذ حسام أنا وعي كتير منيح لشغلي ومش عم خرف. نوال حضرتك جيت الصبح الساعة 10 وكنت لابسة تياب رياضة. تياب رياضة؟ أنا؟ لا 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 هذا تهريج، هاي مصيبة. أستاذ انطر لحظة بدي أعطي الأستاذ خبر. خيك عبد الرحمن؟ ما هو يا ابني مات من 35 سنة. أنا قلت لك كل اللي صار. هو طلب شيء من حضرتك؟ حكينا سوا بالشغل. تتذكر عملية استيراد الأدوات المدرسية؟ هذه اللي أنا شحنت لك إياها. اكتشفت إنه إلك مصاري عندي حوالي 3500 دولار. أنا ما بحب خلي عندي مصاري فكتبت لك شيك بكل بساطة. يعني نصب عليك؟ اللي أنا مستغربه إنه حكيني عادي جدا وفاهم الشغل كتير منيح، حتى اني كتبت له شيك باسمك بكل بساطة. عمي ارجوك، انا طرف بهالمصيبة، لازم نبلش نتصرف، لازم نتصرف، والا كلنا رايحين بكارثة، وخصوصي انا. انا لازم بلغ البوليس. ممكن نأجل المسألة؟ عمي ارجوك، مدير البنك صاحبك، اتصل فيه، اتصل فيه وخليه يأجل الشيك، خليه يوقف صرفه، خليه له القبض على اللي جاي يصرف الشيك. استاذ شكري.
صرف الشيك. معقول؟ شو القصة هيدي؟ حسام أنا مش قادر أفهم كيف هالرجال عرف أدق التفاصيل بيني وبينك، حتى إمضائك. كيف عرف إمضائك؟ واضح إنه درس حياتي بشكل دقيق جدا، لأنه عمل الحكاية نفسها مع نادين وصاحبتها، وأنا ما كنت صدق. هذا الشخص محصرني ببيتي وبشغلي كمان. ليش؟ أنا اللي بدي أعرف ليش. ممكن أعرف شو بيك؟ في شيء عم بيصير. خير شو في؟ الأستاذ ظهر فعلا. معقول؟ كيف عرفت؟ حسام، نحن لازم نبلغ البوليس. خليني اشوف بالاول شو بدي اعمل بالمصيبه اللي صارت بالبنك وبعدين بشوف شو بعمل بها. الو، اهلا اهلا عمي نديم. ايه عمي، لكن برا بعدنا واصلين. مرقت على المحامي مسافر. طيب طيب اوكي، موعدنا بكره مع البنك. تصبح على خير. مش ممكن، مستحيل. أم ضاقت حضرتك؟ يعني إنه إيه؟ لا. طب معقول يكون تقليد بهالدقة هيدي؟ هيدا أم ضاقك ولا لا؟ إيه لا، إنه للمضي مضي، بس أنا مش مضي. بعدين أنا امبارح مشيت على البنك. شو رأي السيد مروان؟ من فضلك بلغ الشرطة. مروان بيك، طبعا انا عارف القلق اللي انت فيه، بس الحقيقه المساله ما فيها شيء ابدا يخوف. سياده اللواء، حضرتك بتعرف عائلتنا كثير منيح. انا ما عندي ادنى شك بابن اخي حسام، بس انا خايف عليه. بعدين حكيت الشبيه او التوأم او النصاب، هيدا رح تنتهي عند الحد ولا رح تكون بدايه لسلسله؟ خلي النائب فوزي يجي لعندي على المكتب. على كل حال انا القضيه رح سلمها للنائب فوزي، والنائب فوزي من اكفأ ضباط التحري اللي عندنا. احترام سيدنا. اهلا نايف فوزي. بتمنى عليكم تهتموا بهالموضوع. شرفت. مروان شخصيا مهم كثير، وبدي اياك تهتم بالموضوع انت بنفسك. مفهوم سيدنا. موفق. بالمناسبة سيدنا، ثروته قديش تقريبا؟ يعني المعلن عنها بحدود 400 500 مليون دولار. 500 مليون. سجلات المستشفى مظبوطة 100%. دكتور جلال، ما حدا عم بقول انها مش مظبوطة. الموضوع بس له 35 سنة مش أكثر. 35 سنة مدة طويلة، أنا ما كنت موجود. دكتور جلال، العمر كله كنت موجود أو ما كنت موجود، أنا جاي أسأل عن مولود. إذا كان الموضوع مولود بدنا نشوفها بالأرشيف. هيدي هي، تفضل. هيدا الملف سنة 1962. 62؟ أي نعم. بأي شهر تولد؟ 23 شباط. 23 شباط. على فكرة احنا عندنا هون كل شيء منظم. مبين. 23 شباط، 23 شباط. خلي عنا، خلي عنا. يعطيك ألف عافية. يعطيك ألف عافية. 23 شباط، حرف حرف.
هيدا شباب ساعة بدك 21 22 24 5 24 و22 وين ال 23؟ يا خيي يا حبيبي، أنا لا بدي عطلك ولا بدي آخذ من وقتك ولا بدي سين وجيم. أنا قلت لحضرتك يا أستاذ. يعني مين اللي أخذ الشيك؟ هو ولا واحد تاني؟ هو، أنا بعرفه منيح لأنه دايما بيجي لهون مع عمو مروان. قد ايه كانت الساعة وقتها؟ شي 10 تقريبا. 10. طيب شكرا. أهلا وسهلا. أنا لا شرطة ولا شيء، أنا من أمن البنك وهالشكوى مقدمة من الأستاذ حسام. هيدا كل الموضوع. قلت لك إنه الأستاذ حسام كان الساعة 10 مع اجتماع مع الأستاذ صادق وضلوا ساعتين تقريبا. متأكدة؟ بعدين صرت سألني هالسؤال 10 مرات. ملازم مدحت، مش بس هيك، نحن لما خلصنا الاجتماع نزلنا على طول أنا وياه. يعني عدم المؤاخذة، هو الأستاذ حسام هيك وهيك، يعني بقصد السؤال هيك أوضح، ماشي دغري ولا؟ بدي أترجاك الله يخليك، أنا داخل معه بشغل كتير مهم وكبير. لا 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 أبدا، طمن، كل الموضوع إنه في واحد احتال عليه بشك ونحن عم نتحرى مش أكتر. يعني أولاد الحرام ما رح يخلوا الأولاد الحلال شي هالأيام. مثل ما شايف هيدي كل الصناعة صناعتنا ومن النوع المفتخر، مستعد أعطيك اللي بدك إيه. ومثل ما شايف الشغل الحمد لله ماشي عال عال. أنت عارف إنه إجت الشرطة سألت عنك؟ علي أنا؟ بيقولوا في واحد نصب عليك بشيك. بتحب تاخد فنجان قهوة ممكن تهدي أعصابك؟ أنا أعصابي كثير هادية، بس نحن لازم نعرف الحقيقة. بس انتو استجوبتوا المدام سمر ونادين مرتي. هيدا شغلنا. انه كل هالقصة بسبب تشيك ب 3500 دولار؟ انا مش غبي لهالدرجة. شو قصدك؟ ما بخبي عليك، شاكك بموضوع. شو هو؟ شو رأيك نفكر سوا لنلاقي حل هالنقطة الغامضة؟ أي نقطة؟ خيك عبد الرحمن. بس حضرتك ما اقتنعت باللي قالته مدام سمر؟ ايه بس نحن مش عم نمزح. ولا كانت المسحة بايخة؟ انت ذكي، صحيح انك رجل اعمال ناجح، بس عبد الرحمن عم يطردني انا. بس مش انت الهدف، الهدف عمك. عمي؟ الورثي. ايه بس هو اذا قتل مش رح يشارك بالورثة. عمك مروان سأل عنك. شو؟ رح يقول كنت عنده الصبح؟ لا، عم يسأل لأنه صار له زمان ما شافك. آه، ذكرت وحياتك نادين، حضري لي شنطة السفر صغيرة، حطي فيها بيجامة وعدة الحلاقة وقميص وحدة بس. ليه لوين رايح؟ رايح على طرابلس بكرة الصبح، بدي أطمن على شوية أمور بالمينا. بس أنت مالت اللي ما عم بقلك، بدي أطمن على شوية أمور بالمينا لأنه قربنا نشحن الموبيليا لصادق. رح نام ليلة وحدة بس وبرجع مثل العادة. رح اشتاق لك، انتبه على حالك. ما تخاف علي حبيبي، أنا عندها وقدود. يلا كل ليلة وبتمرق، بكرة بإذن الله برجع على الموعد مثل العادة. انتبه لحالك واحكيني بالليل إذا قدرت. أكيد حبيبتي، انت روحي عند سمر، عملي زيارات، روحي على النادي، تسلي حالك. باي باي.
فرحانة بشرفك، لو ما انه حسام سافر اليوم ما كنت بقيت عندي. وحياتك مشغولة كثير. حسام جاي بكره. جاي معه ريدس. اكيد بتجي بتتعشي عندي. ريدس. ما كنت نمت عندي اليوم قد ما تنامي لوحدك. لازم روح اشتري شوية اغراض ورتب البيت. غير مرة حبيبتي، مرسي كثير. على شو بالعكس سليتيني كثير اليوم. باي باي. باي. باي ديا. باي. انت مين؟ شو بك؟ انا مين؟ هذا سؤال يا نور عيني. انا جوزك. انت كيف جيت؟ كيف جيت؟ من الباب، فتحت بالمفتاح. انت مش بطرابلس؟ اذا انت بدك يعني روح بروح. ما انت قلت لي انك بطرابلس اليوم. عارفه هدي اعصابك لحتى اقدر اخبرك. انا ما هين علي اتركك لوحدك لهالسبب. خلصت كل شغلي على التليفون، وبدل ما اروح جيت دغري. وين الشنطه؟ وين السياره؟ الشنطة بالمكتب والسيارة معطلة. شو بكي نادين يعني؟ هيدا جزائي لأني ما حبيت أتركيك لوحدك؟ بعتذر. بعتذر بس أنا تفاجأت. قصة التوم بدك تنسيهم حبيبتي. حتى أنا حسام جوزك صاير رح شك. بعتذر. ليه عم تطلع فيي هيك؟ ما كنت عارف انك بهالجمال. انت اول مرة بتشوفني؟ عيونك، دخيل عيونك مع عيوني. انا هيدي اجمل مرة بشوفك فيها. طلع بعيونك شو؟ طيب كل ما بدك تاكل؟ انا حابب ارقص معك. بيصدق انه في وحده فيها كل هالجمال.
كأنه بعدنا عرسان جديد. حسس أنه شهر العصر ولا شهر. سؤال، أنا جوزي. شو اللي بأكد لي إنك جوزي؟ شغلي وحدي بس. واللي هي؟ أنت. اسمعني، البابا كان يعيط لي باسم دلع، أنت الوحيد اللي بتعرفه. شو هو؟ شو هو الاسم؟ شو هذا تحقيق؟ بعد كل اللي صار امبارح، جاي عم تسألين اليوم إذا أنا جوزك أو رجال غريب؟ وين المنطق؟ حدا بالدنيا بيسأل هيك سؤال؟ ما تهرب من الجواب، قول ليش ما بتجاوب؟ المفروض انت تجاوبي على السؤال. كيفك معها؟ الحمد لله. لا لا لا، أنا زعلانة منك. ليش مدام؟ ولو تلف نسألي عني. عارفة عجقة الشغل؟ صحة الماما كيف؟ والله الحمد لله. خي الحمد لله، هيدي أخبار حلوة. نشكر الله. شو بدي أقلك؟ إيه؟ حسام وصل؟ لسه ما وصل، لأنه راح طرابلس مبارح. بعرف إنه مبارح راح طرابلس. ما اتصل فيكي؟ لا. ولا وصل؟ لا بعد ما وصل. معقول يا نادين؟ أنا مش مصدقة حالي. طيب أنا شو بقول يا سمر؟ شو بقول؟ لازم تحكي مع حسام بهالموضوع. أي واحد منهم؟ أنا مش عارفة شي بقى.
انت حاسه بالنار اللي جواتي؟ نديم انا كان ممكن اغلط اول مره شفته فيها بالمطعم، بس امبارح كيف كيف؟ نادين لازم نروح عند الضابط فوزي. لا لا، لو حسام عرف انه رحنا عند البوليس رح يهد الدنيا. بس هيك خطر عليكي انت؟ انا بطلت عارفه شيء. اللي كان امبارح معي حسام ولا عبد الرحمن، ولا عبد الرحمن هو حسام، ولا اثنين متفقين مع بعض؟ انا مش فهمانه. وبعدين شو بدهم مني يا بنتي؟ هالمسألة غريبة فعلا. أنا بالواقع مش عارف شو بدي أقول لك، بس شو بده منك غيرها؟ ما بعرف ما بعرف. يمكن يا بنتي لا قدر الله تفهميني غلط، يمكن عم بيحاول يرد اعتباره بالانتقام منك. لا أبدا، أنا بحياتي ما أذيته. أنا خايف ليكون شبيه أو التوأم هذا قتل حسام أو تخلص منه وعم بيحاول يلعب معنا لعبة غريبة. قتلوا؟ اشتقت لك موت حبيبتي. بعرف زعلانه مني، بس والله والله انه امبارح كل النهار كنت مشغول. انت اكيد جوعان، طلع غير تيابك. بهالوقت انا بحضر العشاء. مش بس جوعان، أنا رح موت من الجوع. عم تفكر فيك بجوع. أنت مبين عليك مش قتل شي من امبارح عشية. شو اللقمة الطيبة؟ تبولي بتاخد العقل. ليش ورق العريش؟ بصراحة أنت طباخة ممتازة. الأرنبية اللي بتعمليها بتاخد عايشة. صفت الموبيليا مع صادق. ماشية 100%، والبضاعة كلها صارت جاهزة للشحن بالمينا. من بكرة رح بعت فاكسات للشركات. نادين؟ نادين؟ استاذ حسام، انا طلبت مخصوص اقعد معك بكير مثل بياعين الخضره، حتى اعطيك علم وخبر بالنسبه لاجراءات الشحن. قول انا كمان بحب الشغل بكير هيك قبل عجقه الناس. بس ممكن استاذ صادق تعطيني بيان البضاعه اللي رح تنشحن؟ بيان البضاعه جاهز، بس جهز الاعتماد. وعدني رئيس مجلس اداره البنك انه خلال يومين بيكون الاعتماد جاهز. طيب استاذ حسام، لكن انا بتسمح لي امشي لاني مستعجل وعندي موعد. نسلم البيان لمها لحتى يكتمل الملف. تفضل مها، استلمي بيان البضاعه من استاذ صادق. تفضل استاذ حسام. شد حالك حتى نسلم البضاعه بالموعد المحدد. كله تمام وعلى الموعد باذن الله. ان شاء الله. يعطيكم العافيه. الله معك.
مها فتشيني على الكروتي تبع العناوين، برمت عليهم بالمكتب مليتهم، واذا لقيتيهم خذي لي اياهم على غرفه الاجتماعات. استاذ حسام انا لقيت لك روتة. سجليهم بالكمبيوتر. نعم. صباح الخير أنسة نوار. أهلا أستاذ حسام. عمي موجود؟ إيه تفضل. يا أهلا وسهلا بحسام. حسام ما هيك؟ شو شايف حضرتك؟ ما حضرتك عمي واللي بتقوله ماشي. اقعد يا حسام اقعد. انا مستعجل شوي. نوال بما انه عنده جوا انتبه وحاول تاخري قد ما فيك، انا جاي. خمسة دقايق مش مشكله. اللي الشبيه تبعك بعده عم يطاردك؟ عمي جرب انسى هذا الموضوع خلص. انسان؟ كيف بدك ياني انسى؟ ها؟ يا مرني انا تحت امرك. عمي انا داخل بعمليه كثير كبيره. يعني عمليه رح ترفع اسمي و لازم اوقف على اجريه. ما توقف. ما البركه فيك انت عمي. قديش عايز؟ 150 الف دولار. سيدي أول مرة تطلب هيك مبلغ. واضح إنك مفلس. المبلغ ضروري جدا، وضروري كمان تشيك من حضرتك ليكون مثل هيك الشيك. حسب الأوامر. أنت بالاتصال بالتليفون هلأ بالآنسة معها
سكرتيرة حسام بيك الستة، وهي أخبرتني أن حسام بيك موجود هلأ وفي هذه اللحظة بالتحديد داخل مكتبه. خليني فهمك يا عبد الرحمن. تفهمني شو؟ إنه نوال هلأ عم تتصل بالشرطة؟ أنت فهمني غلط. خليني فهمك يا عبد الرحمن. أيوة، أنا عبد الرحمن يا مروان بيك. أنا عبد الرحمن اللي جاي ينتقم منك لأنك سرقت ثروة بينا. أنا عبد الرحمن اللي جاي ينتقم من حسام اللي سرق منه عمره وحياته. نعم يا مروان بيك، أنا عبد الرحمن اللي جاي ينتقم منكم أنتوا اثنين. قديش عايز؟ أنا جاي حتى أخذ كل شيء، حقي وحقك. 150,000 دولار؟ ها؟ 150,000 دولار؟ لما كنت حسام يمكن 150,000 كانوا يكفوا، بس هلأ أنا عبد الرحمن، وعبد الرحمن رح ياخد كل شيء. طيب عود ارتاح، أنت ما عدا أسألك يا عبد الرحمن، أنت إلك حق بكل شيء، إلك حق بكل شيء، أخوك رح يقسمك على كل شيء، بأكد لك يا عبد الرحمن. أنا كنت طالب القهوة. معلش شربيها أنت. دقيقة واحدة يا أستاذ. باي. القهوة يا أستاذ. معلش مستعجل سعد. سعد سعد قهوتي لنوال. شو الأخبار؟ مكتب عم حضرتك اتصل وطلب إذا فيك تمرق لعنده الساعة 2. ليه ما بلغتيني؟ بعتذر افتكرتك مشغول. طيب إذا رجعوا اتصلوا قولي لهم أنا رح أمرق بعد الظهر. حاضر أستاذ. الكروتي بالشنطة. أوكي. أنسة نوال، هدي أعصابك واحكي لي شو صار. قد ما حضرتك حكيتني حطيت التليفون وقلت لقيته هو طالع. حسام ولا عبد الرحمن؟ مش حسام يا أستاذ. شو عرفك؟ أنا حكيت سكرتيرته وقالت لي إنه حسام بيك موجود قدامه. أنت حكيتيه؟ كان مشغول مع ناس. بعدين فتت عند سيد مروان.
لا جبت قهوة لحسام، قصدي لعبد الرحمن. القهوة جي سعيد جابها، حاولت طول الحديث معه حد حضرتك توصل. كل هذا والرجال مقتول جوا؟ طيب ما سمعتي أي صوت غريب؟ استغاثي، شي وقع، شي انكسر، أي شي أي شي؟ أبدا أبدا. بعدين ما قبل يشرب القهوة، تحيلت عليه كتير، اسأل سعيد حتى ما قبل وركض دغري. سعيد سعيد حاضر. سعيد حاضر حاضر سيدو. انت شفت الاستاذ حسام هون؟ ايه طبعا، كل يوم هو بيجي لهون، بس اول مرة بيغلط بعيط لي يا سعد. فت لجوا حتى اطمن على السيد مروان، لقيته على مكتبه ميت. لما الانسه نوال صرخي على مكتب الاستاذ مروان، الادوى لحالي ركضت ورا الاستاذ حسام او خيو ما بعرف، لقيته كان راكد واختفى. شكرا سعيد. مدحت، انا رايح على مكتب حسام، ما بدي اي مخلوق يتحرك من هون. خلينا على اتصال. الله استاذ حسام موجود؟ نعم. خليكم هون وواحد يطلع من هون. استاذ من فضلك، استاذ مش معقول يفيد هيك. استاذ نايف فوزي؟ استاذ معلش اتركينا واحد ناديها. شو بتحب تشرب؟ هيدي أول مرة حضرتك بتشرفني بزيارة، فلازم تشرب شي. سبق ونبهتك. من شو؟ من اللي أنت عملته. ما فهمت. لا فهمت. آخر مرة تقابلنا فيها، أو المرة الوحيدة اللي تقابلنا فيها، اتهمتني إني طمعان بثروة عمي. يعني على القليلة هيدا اللي أنا فهمته. وعملت اللي براسك. شو قصدك؟ عمك انقتل. شو؟ عمي؟ مش معقول؟ لا لا كثير هالقد. بفهم منك اني متهم. شغلي وحدي بس بتبرقك. تبرقني؟ لو قدرت تثبت لي وين كنت اليوم من الساعة 10 للساعة 11:30. أنا بدي المحامي تبعي. مش رح تقوم من هون حتى تجاوبني. وصلت على المكتب الساعة 8. اشتغلت بالعملية الجديدة للساعة 8:30. بعدين وصل صادق باك تاجر الخشب حتى نتفق على شحن الموبيليا، وكل الوراق موجودة بالملف. قدي قعد معك؟ بساعتين تقريبا. للساعة 10؟ يمكن أكتر شوي. ونزلت معه؟ أبدا، سلم مها بيان بالبضاعة. وبعد ما نزل؟ دخلت غرفة الاجتماعات لحتى كفي شغلي، فجأة دخلت حضرتك. هلا انت بتقدر تكفي الحكايه. يعني اللي شافوك اليوم زوجتك مدام نادين وصادق ولاني سماها بس؟ بس. قديش لك عيدان؟ من الساعه 10:30 تقريبا. كذاب! بدك تاكد لي انه في بديل وانا مقتنع انه هذا كلام فاضي. انا متاكد انه انت القاتل. اثبت. راح اثبت. صلاح! جزء هون بتخليه يتحرك. حاضر. مدحت شو الاخبار؟ كل شيء مطرح والنيابه بعد ما اجيت. طيب بعت لي الست نادين على مكتب حسام. علم حاضر. اني سماها ما تخافي، ما في شيء. بس قولي لي شو صار بالمكتب من الساعة 8 لهلا. أنا جيت على المكتب
أنا قلت لك كل اللي عندي، والمهم حسام. طمني حسام بخير. كيف بدك تقبض عليه وهو بريء؟ مين اللي قالك إنه رح نقبض عليه؟ بعدين مين اللي قالك إنه بريء؟ حسام مش ممكن يعمل هيك، كان يحب عمه كتير. مع كل الخلافات اللي على الورثة بين عمه وبيه؟ بس حسام بعيد عن كل هالمشاكل، صدقني خيو يلي عمل هيك. وهيدا الحرف؟ هيدا الحرف معلق بسلسلة مفاتيح حسام، أنا هديته إياه يوم عيد ميلاده. هذا الحرف لقيناه جنب جثة القتيل. مش معقول، مش معقول حسام يعمل هيك، مش معقول. كل شي صار واضح قدامك خيو عبد الرحمن. مدام نادين، حسام نمي بيته يوم الثلاثة الماضي؟ ايه طبعا. بس انا بلغني انه راح طرابلس ومن نمي بيته يوم الثلاثة الماضي. ايه بس هو لا، بس التحريات اكدت انه كان بطرابلس. لا هو رجع ليلتها. ما حسيتي ليلتها انه اللي كان معك مش زوجك؟ بترجيك لو سمحت، انت هيك عم تجرح كرامتي وانا ما بسمح لك ابدا. تأكد يا مدام انه انا مش من مصلحتي اثبت التهمة على حسام، انا بهمني الحقيقة وبس، فبترجيك تتعاوني معي. وانت من فضلك اختار اسئلتك منيح. ما حسيتي هديك الليلة لمجرد إحساس إنه اللي كان معك عبد الرحمن؟ أي وحدة محلي ما كان ممكن تحس بالفرق. غريب أمرك يا مدام، قضيتي ليلة كاملة مع إنسان ما بتعرف إذا كان الإنسان زوجك أو رجال غريب. انت ليه عم ترجع على نفس الموضوع؟ شو المطلوب مني؟ انا من ساعتها على نار، انا بعذاب، فاهم؟ انا بقيت كل اليوم اسأله كيف ممكن تثبت لي انك حسام جوزي؟ ثبت لك؟ كل مرة كان يحط بسهولة قدامي أدلة وبراهين، إلا مرة واحدة بس ما قدر يجاوب على سؤالي. بخصوص؟ اسم الدلع اللي البابا كان يعيط لي فيه، ما عرف يجاوب، هرب، ترك البيت. من وقت أنا مجروحة وحاسة إني عم بختنق. تفضل يا سيد حسام. صلاح، سيد حسام وين كنت يوم الثلاثة الماضي؟ طرابلس. في إثبات؟ كنت بالمرفق، بعد ما خلصت شغلي رجعت على الاوتيل لصرت بالمطعم. تاني يوم خلصت بقية شغلي ورجعت على المكتب، وعشية رجعت على البيت.
موظفين الاوتيل والمرفق بيشهدوا على اقوالي. استاذ حسام، انا مضطر اقبض عليك حتى ينتهي التحقيق. انت رح تستجوبه بعد العشاء، اكيد رح يكون تعبان وما رح يقدر يقوي. انا برايي نخليها لعبكره، هيك بيكون اجى تقرير المختبر، ممكن يكون في شي دليل بيفيدنا بالتحقيق. شو رايك؟ على فكره كان لازم نحط مراقبه على نادين. انت شاكك فيها؟ قول يا عمي قول. انت الامور معك بتتشربك لما بتكون جوعان، بركي بعد الاكل بتنفك. قول. بونجور. هي الفطورة من هون؟ ايه من هون. هيدا الشخص اللي اجى اخذ الاغراض من عندك؟ هلا هو لا في شيء؟ لا ميرسي. ست نادين، تفضلي. أنا ما بعرف من وين بدي بلش، بس أنا لازم لاقي حل لهالموضوع لأنه بطل فيي أتحمل. كيف فيني ساعدك؟ الجوهرجي قال لي إنه حسام استلمها قبل الحادثة بيوم. بس أنت شو مصلحتك بإدانته؟ أنا قلت لك من الأول لازم لاقي حل لهالموضوع. لازم أعرف الحقيقة. قررت النيابة العامة الإفراج عن المدعو حسام السكري بضمان سكنه نظراً لعدم توفر الأدلة.
عبد الرحمن؟ نادين أرجوكي، خلصنا من هذا الحديث. أنا حسام. كذاب. أنا حسام يا نادين، طلعت بكفالة، رح ياخذ الورثة، رح أرجع على المكتب، ورح أسلم مكتب عمي، ورح ترجع حياتنا تصير أحسن مما كانت. تعرفي له؟ طلبيه لنقيب فوزي واسأليه. وما تخافي، لأني مش رح أتحرك من مطرحي، مش قادر. ألو؟ نائب فوزي إذا بتريد. طيب الملازم مدحت. ألو؟ ملازم مدحت؟ أنا نادين. أنا قدامي هلأ. الله يبارك فيك. مرسي. بعتذر. أنا تعبانة كتير. خلينا نحاول سوا، أنت وأنا، نطلع من الأزمة اللي حصلت. ما أنا عم حاول. امبارح بالليل اللي عملته أنا هو الصح. الموضوع انحسم خلص. ما أنا طلعت بريء. أنت طلعت بريء لأنه نشكوا إنه في توأم لإلك. بس أنا؟ أنا رح ضلني طول عمري أسيرة اللي صار ليلة سفرك. حضرت وشرف. السيد استلم مكتب عمه. طبعا. مش هو الوريث الوحيد؟ بعد في خيو. ما تنسى انه خيو له بالشركه مثل ما الاستاذ له. قلت لك هو الوريث الوحيد. عم يفتش على خطه هلا لحتى يموت خيو ليورث. نوال، ما بديك تتصوري ابدا اني انا ضدك. انت قمتي بواجبك، اديتي على اكمل وجه تجاه المرحوم. الله يرحمه. نوال، بدي اياك تتعاوني معي، بدي تعرضي علي كل الملفات وخصوص الاعتمادات المفتوحه حتى بلش فيها وننهيها. مدحت، حسام السكري وقع. اخيرا حد الدوريه لنقبض عليه. استاذ حسام خير ان شاء الله. انت عندك كوخ على البحر؟ نعم.
الشنطة هيدي لك؟ نعم أستاذ حسام. أنا مضطر أقبض عليك. لأني ما قدرت أنسى. تنسي شو؟ الليلة يلي قنعتني إني قضيتها مع عبد الرحمن، يلي جرحتني فيها، حسيت إني بقيت لعبة بين إيديك، حسيت إني بتمنى إنك تختفي من حياتي. بهالسهولة؟ جرحت لي كرامتي بتقول بهالسهولة؟ وكرمال هدف حقير؟ حرام اللي عملته. حرام عمك اللي قتلته، حرام انت. خدو ما تخافي، ما في حدا اسمه عبد الرحمن.